لدى استقبال سموه لمسؤول عسكري بريطاني، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الشرق الأوسط ذو أهمية استراتيجية وجوهرية، وأن الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم حيوي ومهم ليس لدول المنطقة فحسب بل للعالم أجمع، وأن اهتمامنا محصور في أمن منطقتنا واستقرارها، وندعم كل جهد ومبادرة تعزز الأمن وتكرس الاستقرار في دوله، فأمن هذه المنطقة كل لا يتجزأ، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول مرفوض وغير مقبول البتة، لأنه يزيد من التوترات والصراعات، وأن اللقاءات الثنائية بين المسؤولين ضرورة لزيادة الفهم المشترك حيال مختلف القضايا وتحقيق أمن أفضل، ونتطلع من الأصدقاء والحلفاء إلى مزيد من الدعم الذي يكرس الاستقرار والأمن في هذا الجزء من العالم. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم الفريق جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمسؤول البريطاني علاقات التعاون الطيبة بين البحرين وبريطانيا، حيث أشاد سموه بمسار هذه العلاقات التي تشهد تطورا وتقدما في المجالات المختلفة ومن بينها التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.